ومثل ذلك أيضا التوسع في باب آخر اجتماعي، وهو البخل بالسلام. عندما يبخل الإنسان بسلامه على الآخرين، أكو قسم من الناس كأنما إذا مر على جماعة وسلم عليهم، افترض هذا خسر فلوس أو خسر ما أدري أسهم أو طارت منه إيد أو غير ذلك، أنت تمر الحالة العادية للإنسان، لا سيما إذا كان يعرف هؤلاء الجمع أو كانوا يستقبلون السلام منه، سلم عليهم، ماذا يضرك لو سلمت عليهم؟ قسم من الناس يمر فلا يسلم، وأحيانا لو سلمت عليه يرد عليك كأنما تنتزع روحه. يا ابو شنو خسران انت الان ترد السلام؟ لا سيما اذا كان لها خلفيات مثلا مذهبية او خلفيات ما ادري سياسية او غير ذلك. هذا السلام شعار المسلمين وتحية الله للناس، وجنة الله هي دار السلام. التحية الدنيوية والأخروية التي اختيرت للمسلمين هي هذه التحية، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وهنا في هذه الدنيا أيضا نفس الشيء، وفيها ثواب أيضا. يعني أنت مو بس ما رح تخسر، أنت رح تربح شيء، ما رح تنفق من جيبك، رح يجي إلى جيبك ثواب. البادئ بالسلام له من الدرجات شيء كثير. في الرواية عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أبخل الناس من بخل بالسلام، نظرا لأن هذا الإنسان لا يخسر شيئا بل هو يربح، ومع ذلك هو لا يسخو ويظن بذلك.